very difficult game. Where the opponents were adamant that they don't want to concede a goal from the first minute. They played in a way of not allowing a goal, but I think if they wanted to score, they could have had a chance to score on a counter attack. هو بيقول ماتش صعب جدا، الخصم من الدقيقة الأولى حاول بقى يمنعنا إن احنا نسجل أهداف، ومنعنا إن احنا يجينا فرص، نحاول فرص تجينا يمنعنا إن احنا نسجل، مع إن هو أنا بفكر لو أنا كان هما لعبوا إن هما يسجلوا أهداف كان هتجي لهم من المرتدات، لأن كانت لاحت لهم مرتدات كتيرة كان ممكن يسجلوا منها. I saw two games they played against Zamalek. And what I saw, I read the wrong book. Because I studied the wrong book because it was not what happened in the two last games against Zamalek. هو لما جه حضر الماتش اتفرج على ماتش اليوم مع الزمالك بس حاسس ان على قد تعبيره قريت الكتاب الخطا، يعني لما جه حضر غلط لان اللي عملوه النهارده في الملعب فنيا مش زي اللي اتعمل في ماتشين الزمالك خالص. So we got a good surprise tonight. كانت مفاجاه بالنسبه لنا مفاجاه كويسه بالليله. I thought النهارده في ماتش الليله. I thought they'll play the way they played against Zamalek but they were not interested in that. يعني شفت الطريقه اللي لعبوا بيها الزمالك بس واضح لعبوا بطريقه مختلفه تماما، ما كانوش مهتمين ان يطبقوا نفس الطريقه بتاعت الزمالك قدامنا. So I think they achieved their objectives of not going to try and score because we didn't concede a goal. اعتقد ان حققنا اهدافنا، احنا رحنا جبنا جول ما دخلش فينا هدف، يعني اول حاجه ما دخلش فينا اهداف. And we achieved our objectives of scoring a goal. وحققنا الهدف الثاني، الهدف الاول ما يخش فينا اهداف تبقى سباق نظيفه، والهدف الثاني ان احنا نسجل وسجلنا. Yes, we had to be patient. فعلا لازم نصبر. And the longer the game goes, the more pressure and stress on us. كل ما الجول كان بيطول وكان الوقت بيعدي كان بقى ضغط علينا اكتر، الضغوطات بقى علينا احنا اكتر. So we had to change the tactic. فلازم تغير التكتيك الحته الخطيه بتاعتك. Because if we went with the same tactic, لانه كملنا بنفس الخطه اللي لعبنا بيها المباراه maybe we would not score. يمكن ما كناش سجلنا. So we reduced the defenders. فقللنا عدد المدافعين. And put strikers and attackers. وحطينا رؤوس حربه ومهاجمين. And we created more pressure and stress. وعملنا ضغط عليهم اكتر. Still it was difficult. طبعا ما زال صعب بعد حتى ما اتعمل التغييرات دي كان برضه في صعوبه. But we managed. بس قدرنا المباراه عرفنا ندير So we scored the two goals. ولذلك سجلنا الهدفين. And that's what we wanted. وده اللي احنا كنا عايزينه. It looks like our goals this year has to be more goals verified by the VAR. واضح ان اهدافنا السنه دي كانها اهداف يعني الفار لازم يبص على ان فيها عليها لغط لازم الفار يتدخل فيها. Because it was not awarded. لان ما كانش يعني هو كان شايف ان هي كان مش محتاجه. But maybe I think a bit difficult for the referee to see because it's a little bit far. يمكن صعب هو شافنا جون وما كانش محتاج التدخل فار بس يمكن كانت صعبه على الحكم كان بعيد شويه يعني. رئيس الفار to give them the floor. Yeah but the linesman helped us could have helped us in that situation. ما قطعوش ولا كلمه. Excuse me. Okay we stop. قطع حضرتك قطعت وهو بيتكلم. طب كمل كلمه. كان بعيد عن الماتش هو بيتكلم في الماتش بعيد عن الماتش ازاي؟ اوكي اتفضل. اوكي سوري سوري بروبلم. طب اتفضل الاسئله اتفضل. هل هو شايف ان ملعب الكوره النهارده هو ملعب ده سواء ملعب السلام او مستوى القاهره كان صعب برضه عليه من تنفيذ التكتيك بتاعه وسهل من مهمه فريق مقاولين ان هو يستلم وينافس منتدى؟ You see, as a pitch is not large, that's our pitch. Salem is a pitch is smaller. That it gives you an opportunity to allow Mukawdin to play the way, and it's very difficult for you to apply your plan. Well, probably I'm not sure. I can't say that because I'm not sure about the size. ما أقدرش أكد لك دي أنا مش عارف حجم الملعب قد إيه مقاسه قد إيه مش ممكن يكون عندك حق دي الملعب ده ساعد المقاولين يلعب بطريقة لعب وإحنا مش عارفين. But I would like to get the picture of the match to see how they were defending from the top. Maybe لقط المباراة نشوف الصورة المباراة بيدافعوا إزاي. I'm interested to see the formation. Maybe 7 and 3.
شوف هو بيتكلم عشان هو كان بيدافع جامد فبيقول بقى عايز اتفرج كان بيلعبوا ازاي تاني كان بيدافعوا 7 و3 كان بيلعبوا 7 و3 7 مدافعين و3 بس بس فوتبول وي هاف تو اكسبت بدي كره القدم لازم نتقبلها اسئله اخر سؤال اتفضل الماتش الجاي ان شاء الله ذا نيكست جيم ويل بي ذا لاست جيم بيفور ترافلينج فور ذا فاينل ميبي ميبي ويل بوت نيو فريش ليجز نيو بلايرز انستيد اوف ويل كيپ ذا سيم ستارترز ايفنت The next match you have to win if you want to win the Dari, you have to win the next match. بقول حياتك طبعا ماتش مالوش اهميه الماتش الجاي لازم نكسبه برضه لو احنا عايزين نكسب الدوري لازم نكسبه. And if you minimize the strength of the team, لو قللت من قوه الفريق it doesn't guarantee you that you will win the cup final. ده برضه مش يعني برضه لو لعبت لعيبه عشان تريح لعيبه ان هي افريقيا ده برضه ما يضمنلكش انك ممكن تلعب تكسب نهائي افريقيا. So you should be very careful about that. لازم نكون حريصين جدا من الحته دي. Take one step at a time. We need the 3 points. هو قصده ناخد خطوه بخطوه احنا محتاجين 3 نقط دلوقتي نمشي خطوه بخطوه نفكر خطوه. And then we have 5 and a half days to prepare for Kaizer Chiefs. That's enough days. بعد ماتش المقاصه 5 ايام ونص كافيين شايف ان هم كفايه فتره كافيه وايام كافيه ان احنا نعد الماتش كايزر تشيفز. We can't talk about Kaizer Chiefs today because if we talk about Kaizer Chiefs we're gonna have a problem the next match. ما اقدرش اتكلم عن ماتش الفاينل دلوقتي كايزر تشيفز من النهارده واسيب ماتش المقاصه لو فكرت بالطريقه دي هيبقى عندنا مشكله في الماتش الجاي قدام المقاصه. وكيف؟ اتفضل. لان مستر موسيماني عايز يقول ده يوسف ده بيقول ده سؤاله كان بعد الاقاويل اتقالت وشفنا سعيد قال لي سيد تو داي ذا الشناوي هاز سام بروبلم از ذا بروبلم ان هيز ني وهل فعلا معاه ذا داي لوت هي سبوز تو بلاي بات بيكوز هي انجيد ان بلاي ان مصطفى على اللقطه بتاعت طب ماشي واحده واحده حضرتك قصدك ان اي لوتشي كان هيلعب الاصابه منعته لا الشناوي مصاب الشناوي بعد كده قلت اي لوتشي كان هيلعب مكانه وعشان اصابته وحضرتك سمعت قلت بتقول شوبير على ايه؟ هو قال مصطفى شوبير مصطفى شوبير بدا اديته لاين مصطفى شوبير توداي از علي لطفي واز انجرد اند شناوي واز نوت فيت 100% يو يور كومنت اباوت ذس اكت وكيف واخر حاجه سكند بارت What do you think about the small fight happening between Shinawa and Maalul in the last minute? The fight? اشتدوا مع بعض خدوا مع بعض؟ I didn't see the fight. ما شافهاش. فايت؟ ما شافهاش حاجة بتقول عليه. Maybe you're only the one saw the fight. يمكن حضرتك بس اللي شفتها محدش شافها غيرك. Okay. Regarding Shinawa, he's not fit. He's not 100%. Yeah. If I knew the game is gonna come out like this, I'll play Zubay. أنا كنت عارف الماتش هيحصل بالطريقة دي وإن هيبقى بالطريقة دي أنا كنت ألعب شوية بس ما فيش هجوم عيني. But I studied the wrong game. لكن بقيت بالماتش الغلط. Because I studied the last two games of Zamalek. Coach, that they played. Shinawa is not fit. He's asking about that. What? Shinawa is not fit, 100%. He's not ready, 100%. Not 100%. لا لسه مش جاهز 100%. Shinawa مش جاهز 100%. Shinawa مش جاهز 100%. But if it's a situation where we're making the injury more stronger, if the situation that we're making the injury more stronger, I would not play him. لو كان الموقف كانش يعني اللي هيخلي الاصابه هتتفاقم لو كان لعب ما كانش هيلاعبه يعني هو مصاب بس النهارده مشاركته مش هتاثر على اصابته. I don't just take the risk like that. ما كانش ممكن ياخد مخاطره ولاعبه واصابته تتفاقم لو هو ده كان هيحصل. I listen to my medical team. بسمع للجهاز الطبي. And I listen to my player. واللعيبه بتاعتي بسمع اللعيب قبل المصاب. If those two give me a green light. هم بيدوني الضوء الاخضر. I will play him. بلعب. Okay. Thank you. Thank you. You want to answer your phone? Ha 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 ha.